تعال نرجع للحكومة ولدولة رئيس مجلس الوزراء. رئيس الوزراء قال إيه؟ قال إحنا بنستهدف، خد بالك بقى، زيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 15% علشان نقدر نحقق 145 مليار دولار سنويا بإذن الله سنة 2030. 2030 بعيدة؟ لا مش بعيدة على حاجة. احنا بنتكلم على، وانا بكلمك النهاردة، أقل من 6 سنين. احنا بنتكلم تقريبا على 5 سنين و8 شهور. يعني نقدر. خلونا هنا ناخد معانا على تليفون دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي. اهلا 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 بيك يا دكتور فرج. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. عامل ايه؟ ايه الاحوال؟ تحياتنا ليك. الله يخليك. تسلم تسلم. النهارده واحنا كنا بنشوف او بنشهد جوله رئيس الوزراء في بورسعيد ودمياط والافتتاح بتاع مصنع بيراميدز بتاع الاطارات، ويمكن كنت بتكلم مع المهندس ابراهيم رئيس مجلس اداره المصنع، قال لي احنا باذن الله بنصنع بمكون محلي 70%، وده واحد من ضمن الحاجات اللي اتكلم عليها الرئيس فيما سبق. قال احنا عاوزين نطلع بنسبة المكون المحلي مش بس بحجم التصدير، صح؟ نعم بكل تأكيد. يعني خلينا نقول ان الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتعتمد بشكل اساسي ان هي تعلي من قيمة او القيمة المضافة لاي منتج على الاراضي المصرية. جميل. يعني اذكر في 2022 انه احنا وفقا للبيانات الرسميه نسبه تغطيه الصادرات الى الواردات تخطت ال 46%. النهارده احنا بنتكلم في 2024، انا اعتقد ان هي وصلت الى 54%. المعدل ده معدل يعتبر معدل مضطرد، يعني بيزيد بمعدل متسارع. مع توجه الدوله وتحديدها ل اكثر من 150 سلعه ومنتج بيتم انتاجه على الارض المصريه وبنسب تتخطى نسبه المكون المحلي فيه بتتخطى 50%، اعتقد بكل تاكيد انه مع 2030 ان احنا ممكن نتجاوز رقم ال 145 او ال 150 مليار. الرقم ممكن يبان في الوقت الحالي ان هو رقم متفائل جدا، ولكن احنا بنتكلم برضو على معطيات ممكن تاهلنا لاكثر من الرقم ده في كافه المجالات اللي احنا بنعتمد عليها أو الدولة بتستهدفها في الصناعة خلال الفترة اللي جاية. معطيات زي إيه يا دكتور فرج؟ أول حاجة إحنا عندنا حددنا بالظبط أولوياتنا إيه. بقت الخريطة واضحة بالنسبة لخريطة التصنيع عاملة إزاي. الجزء الخاص بالإطار التشريعي والتنظيمي اللي كان عامل إشكاليات لبعض المستثمرين، تقريباً إحنا بالفعل يعني اتحركنا فيه بشكل جاد وبشكل واضح. يعني يمكن ده كمان مش كلامي انا بس، ده كلام السيد رئيس الوزراء، الباب مفتوح لاي مستثمر جاد. وين وين سيتويشن، يعني يجي يكسب ويكسبنا معاه ويضيف قيمه مضافه حقيقيه، ما يكونش فقط عمليات تجميع زي ما كان في السابق، لا ده بيكون بينتج من الاول للاخر وبيجمع بشكل يعلي من القيمه المضافه للمنتج النهائي ويبدا ان هو يستهدف اسواق. احنا بنتكلم برضو في افريقيا، يعني أنا أذكر إنه في عدد من الملايين، رقم كبير أنا مش عايز أقول لحضرتك، يتخطى ال 200 أو 250 مليون بني آدم ما عندهمش كهرباء في أفريقيا. ما عندهمش كهرباء، فبال حضرتك بقى إحنا في شق الطاقة وإنتاج الطاقة، حجم التطور اللي هيحصل فيه إيه إلى جانب التطور الحالي. نضيف كمان على كده جانب التصنيع كله في حجم كبير من السلع والمنتجات اللي ممكن نستهدف بيها اكتر من مليار و250 مستهلك في افريقيا. احنا بنتكلم على افريقيا صح. بس لو احنا استهدفناها، فاذا مع قدوم الاستثمارات وتنويعها واستهدافها لمحافظ استثماريه بتنتج في النهايه لعمليه تصنيع. التصنيع بيعتمد على نسبه مكون محلي مرتفعه ونسبه تغطية الصادرات فيه في كل مجموعة من مجموعات السلع لأكثر من 50 وتصل ل60% مع الست سنوات اللي جايين إن شاء الله نتخطى ال 80 و90%، يبقى ساعتها نقدر نقول فعلا احنا قادرين. الرقم قد يكون مرشح للزيادة، بالفعل هو متوقف على حجم الاستثمارات اللي ممكن يدخل، يعني ممكن نلاقي تحديثات في 20 مع بيانات 2023 اللي هو العام المالي اللي هينتهي في شهر 6، ممكن الرقم ده قابل ان هو
ان هو يتعدل ويكون اعلى بكثير من كده. طب عظيم جدا. الدوله مؤهله ان هي تكون من مصاف الدول الصناعيه، مؤهله جدا لهذا الامر، خصوصا ان الدوله مرأياتها ووجهه نظرها في المستثمرين او في الاستثمار، ملف الاستثمار ككل اتغيرت تماما. نيجي نقيس بعدد من المؤشرات هنلاقي انه في تحسن كبير. في بعض التحديات بالفعل ضروري ان يكون في تحديات، عشان كده بيكون في تحديث بشكل مستمر لخطط الدوله واجراءاتها للتغلب على هذه التحديات. ويمكن ده احنا اللي شفناه، وكمان برضو من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج الرائع الحقيقه، خلينا نوضح انه خلال الفتره اللي فاتت يمكن مصنع بيراميدز بالتحديد شفنا موجه كبيره جدا على السوشيال ميديا وعلى الناس اللي بتنقل من غير ما ترجع للمصادر الرئيسيه، وقال لك المصنع اسلوب مش موجود، المصنع ما بقاش هنا، المصنع طب النهارده المصنع بينتج، وبينتج باختلاف عن الفتره اللي فاتت انه بينتج منتجات مختلفه وبنسب مكون محليه تتجاوز 70%. اللي عايزين نقوله انه البلد فيها فرص قويه جدا للاستثمار، واللي بيسمعني كويس من قطاع التصنيع، وانا احتكيت الحقيقه بشكل مباشر مع عدد كبير من رجال الاعمال، البلد دي بالبلدي كده فيها فلوس كويسه جدا للي يعرف يدورها ويشتغل بشكل يعزز من القيمه المضافه، ويستخدم كل كبيره وصغيره ويقدر ان هو يعمل منها منتج، بدل ما احنا بنروح نجيبه من بره وبيكون رديء وبيكون يعني مش 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 قد كده وبيكون في عيوب والى اخره. عايز اضيف اخر حاجه. اتفضل. اذا حضرتك سمحت لي. لا طبعا اتفضل. قطاع التصنيع، التصنيع بالتحديد هو قطاع تراكمي، بمعنى ان انا لما مجرد ببدا مثلا النهارده بالاطارات على سبيل المثال، هلاقي بعد كده في عندي مكونات تانية الى جانب الاطارات، نفس الالات والمعدات بتنتجها، فابدا يبدا المصنع يكون يشغل مصنع او اثنين جنبه، صح، تبدا العمليه اللي بنقول عليها كده الارتباط القطاعي يحصل ويتم. اصل في النهايه خالص ان انا على سبيل المثال العربيه بنتج منها 70%، يعني انا لو بدات بالكاوتش ببدا بيه 70%، ممكن انتهي في النهايه خالص ان انا بنتج 90% من العربيه. اصل انا طالما بدات اشتغل على انتاج الاطارات، يعني ده معناه ان انا بدات اكتسب خبره او تراكم خبرات زي ما انت قلت في انتاج كل ما هو مطاطي على سبيل المثال، فهيبقى في عندي حاجات كتير جدا في مكونات العربيات والاليات بتصنع من المطاط، اقدر بعد شويه اخش في انتاجها. بالظبط بالظبط، ودي بقى اللي بيجي عن طريق التراكم. يعني النهارده احنا بنتكلم في 2024 بتقنيات 2024 اللي موجوده في المصنع، لا انا اتوقع ان لما يكون في مصنع ثاني هينتج انواع جديده من الاطارات على سبيل المثال، اطارات الطيارات على سبيل المثال دي طبعًا. اعلى قيمه على المستوى العالمي طبعا، والاعلى جوده على المستوى العالمي، مؤهل ان يجيني مصنع بعد كده اطارات، يصنع اطارات الطيارات ويبقى موجود عندي هنا، ويقول لك اصل هم عندهم خبره وعندهم منتجات، صح، انا بستخدمها بشكل مباشر، صح، صح، انا عندي النو هاو هنقله عندهم، ولكن هم عندهم الرو ماتيريال وعندهم الخبرات اللي تاهلني ان انا استخدم الاراضي المصريه في ان يكون عندي قاعده تصنيعيه في هذه النوعيه من الاطارات. كل الامور دي كلها بتتم تراكميا، يعني ما فيش حد هيبدا ان هو يخش اقتصاد معين الا لما بيكون درسه كويس ومتاكد من جدوى مشروعاته بشكل جيد من بيوت خبره محليه واجنبيه وعالميه، ويبدا ان هو يحسب بالظبط ان هو هيكسب. يعني ما فيش حد بيدخل اي اقتصاد الا هو بيبقى حاسب بالظبط هو هيكسب ايه، ومعدلات ربحيته دي مرتفعه بشكل تنافسي على مستوى المنطقه وعلى مستوى، صح، مناطق في العالم بتنافسنا بشكل كبير. عايز اقول برضو انه وفقا لملف وفقا لتقرير الاونستات في اكتوبر الماضي، اشار بشكل واضح من خلال دراساته المتعمقه في المنطقه كلها، قال ان الاقتصاد المصري هو مؤهل بشكل جاد وفعال شريطه ان هو يعمل بعض الاصلاحات اللي ليها علاقه بالاطر التنظيميه في ملف الاستثمار. ويمكن ده اللي احنا رصدناه خلال الشهور اللي فاتت، شفنا اجتماع للمجلس القومي للاستثمار، المجلس الاعلى للاستثمار برئاسه السيد رئيس الجمهوريه وبعضويه كافه الجهات المعنيه، يعني الامر كله بقى مطروح على الطاوله. يعني اي معضله او اي عقبه ممكن تقابل المستثمر، فكل متخذ القرار اللي لهم علاقه بملف الاستثمار بيحلوها على الفور. ده احنا عايزين نقعد. عايزين نقعد، يعني انا وانت عايزين كده تنورنا، انت عارف انا احبك جدا يعني، فعايزك تنورنا نقعد كده نعمل فقره يعني ايه تبقى حلوه مرحرحه
نقعد نتكلم فيها ونتناقش. عايز لي 20-22 دقيقة صافي، زي ما صافي مشفية، نقعد نتكلم فيها تحديدا على مستقبل الصناعة ومن ثم المستقبل العام للاستثمار في مصر. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور فرج، كل الشكر ليك دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي.